الجانب الدبلوماسي وفي الجانب التفاوضي لا يوجد ضعف ولا يوجد قوة، هنالك حقا مصالح مشتركة. العراق كصانع للسياسة الخارجية منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا في جميع الحكومات التي حقا التي تشكلت مسك العصا من الوسط في سياسة الخارجية، وحقا النائي بالنفس حتى لا يكون يعني مع في طرف على حساب طرف آخر، باعتبار العراق حقا عانى الأمرين ولديه حروب كثيرة ما قبل 2003 وما بعد 2003 داعش وأخواتها، وما زال حقا هو في خطر محدق، وبالتالي يجب أن تكون السياسة الخارجية سياسة فاعلة. وأعتقد أنه أنا من وجهة نظري كمختص في العلاقات الدولية موضوع التأجيل يعني هو موضوع دبلوماسي وحركة سياسية دبلوماسية، لأن الوضع الآن في الشرق الأوسط وضع خطير جدا، وهناك تصفية حسابات حقا من الممكن أن تكون في العراق سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو لي أجندات حقا أقليمية داخل العراق، وبالتالي هذه المشكلة إذا ما أصبح العراق طرف فيها العراق سيدفع الثمن، وهو ليس له لا ناقة ولا جمل في هذا حقا إذا ما حصلت حرب. أنا أفهم من كلامك أكو رغبة عراقية بتأجيل من وجهة نظري نعم دبلوماسية، واعتقد انه صانع السياسه الخارجيه لو هو رئيس وزراء اعتقد انه حركته حركه ايجابيه اذا ما كان متفق مع وزاره الخارجيه في هذا الموضوع، وبالتاكيد متفق، بالتالي تاجيل اعتقد حتى الفصائل هو تعلم بموضوع التاجيل. هنالك اجتماع من قبل القائد العام للقوات المسلحه اللي هو رئيس الوزراء سيد محمد الشاعر السوداني مع قاده الفصائل او بعض قادات الفصائل، وبلغهم حقا بهذا قبل ان يكون هذا الاعلان حتى نكون منصفين، وبالتالي تفاهم لا سيما حقا رئيس الهيئه الحشد الشعبي واعتقد الجانب الاستخباراتي في هيئه الحشد الشعبي يعلمون ذلك جيدا، وهي حركه من وجهه نظري سياسيه دبلوماسيه للنائي بالنفس حتى حقيقه تعطي وقت وتفهم ماذا يحصل في المنطقه الان حقا تغلي، ومن الممكن ان تكون حرب في اي لحظه.